ولدي هاد الناس، انا هاد الناس تعداو ليا على ولدي، انا هاد الولاد ما عرفتهمش ما كنعرفهمش، توقعت هاد الشيء. عاد وراهم لي الناس، عاد وليت كنشوفهم تصور على دارهم وتنمشي وتنقلب عليهم. انا هاد المجرمين ما تليتش حمل نجبد هضرتهم كاع، انا تعداو ليا على ولدي وسخسخوه وحيدوا له الروح ديالو بالزز. انا هادي رساله، انا هادي رساله كنوجهها لصاحب الجلاله الملك حسن محمد السادس سيدنا، الله ينصره، الله يطول لنا عمره، ينصر جميع المسلمين، امتي محمد والاسره كلها الشريفه العلويه، يا ربي تحفظهم. انا كنطلب هذه الرساله لسيدنا نتوجهها ليه، انه ولدي حتى واحد ما مشيت جريت شهر ونص وانا كنجري البوليس نجري وندير الشكايه وندير والو، حتى حاجه ما منها، حتى شي حاجه ما بانوا لي، ما خرجوا شدوا العديان، ما خرجوا شدوهم، جاو تعداو عليا، جاو هرسوا لي الباب، جاو امي 90 عام طيعوا في صحتها، 90 عام قاعده معايا في الدار، انا اللي معاها جالسه ريتما، انا اللي خدامه، انا اللي خدامه في مضميناج، الناس كاع كيعرفوني خدامه على وليداتي وحمد الله وشاكراه والحمد لله والشكر لله. عندي الولد مريض، مرض نفساني، ما يدابز ما يضرب ما حتى شي حاجه، حتى هو خايف الساكو هرب، داك الليله خرج من الطبيب، نهار الجمعه خرج من الطبيب، زاد هرب ما قعدش في الدار، تخلع منهم تمشي عندهم ترغبهم. عندي الولد معاق من يدو حيدي لي صبيعاتو ما كاينش، معاق. عندي امي خدامه عليهم، انا اللي خدامه، انا اللي مقابله وليداتي، انا وهاد الولد ضيعوني فيه. يلا خدم، يلا خدم، يلا خدم سي محمد وفرح بحياته بعمره بصحته بمستقبله، وبغى يبني حياته. قال لي امي انا غادي ان شاء الله نواسيك، ان شاء الله انا غادي نكافي ليك، انا غنخدم ان شاء الله وتجلسي من الخدمه، ما تبقايش امي، انت ماشي ديال الخدمه، انت ماشي ديال التماره جلسي. ولكن هاد المجرمين تبعوه تبعوه، تطيحوه كيلحوا لي وحيدوا له العمر ديالو الصحه ديالو، محامين عليها كخوت، وبالماطر هزوهم والنمره باش مشى، وانا ما حضرتش، انا جيت من الخدمه مع الربعة من ثلاثة ونص، وليدي غادي وكيعيط للشرطه، النمره الاخرى عنده في البورطابل وغادي وكيعيط، شحال هو هربان شحال هو هربان، وغادي وكيعيط على الشرطه باش يحميه والو. وليدي تسلح كلاتو الصبر ديال طاح، لحقوا عليه لحقوا عليه كيدقدقوا فيه، ما خلاوش فيه، قتلوا لي وليدي، حطموا تيخشيو فيه، شي كيخشي لي في رقبته، شي تيخشي لي في كرشو، شي تيقول لي بغي نموت، الناس تيقولوا لي محشومه عليكم، بغاو يهزوه باش يحتقوا مولاي عبد الله، ما خلوهمش، قالوا لهم حيدوا، حنا هذا ما نحيدوا عيد حتى نقتلوه. تيخشوا لي الجنوي تيقولوا لي موت، هو كي الصبيع، وقالت لي المراه وكيشهد شهد سبعات الخطرات، وكيقول لهم انا اش درت لكم، انا اش درت لكم اخوتي، اش بغيتوا فيا. وهكاك وجات الطوموبيل هزت هاد المجرمين، هزت هاد المجرمين، الماطر ما مشاو رجعوش عليهم، هزت هاد المجرمين وداتهم في الطوموبيل لشي بلاصه، هربتهم مشاو حتى لشي بلاصه، مسحوا الجناوه وقاد دروسهم، تيعاودوا لينا كيفاش الناس، وزادوا خلاو وليدي تما كيلحوا لي داو المولى عبد الله، خلاو تضع منه الدم حتى ما بقى فيه ما يتشاف، حالته صافي لحقت لي انا، قالوا لي الولاد راه ولدك راه ما فيه حتى حاجه خالتي، ما تخلعيش خافوا عليا. مشيت لقيت ولدي مشى كله دمايات كله، بديت كنغوت انا ما عقلتش على راسي، ما عقلتش، طلعوني حدا حدا لابيلانس كيقول لهم بغيت نشرب، شرب ما كاينش الماء، ما بغاوش يعطوه الماء، ما قال لك لا ما لا حاجه، وضايا الماء الدم تحته، وما نقولش لكم الحمد لله على داك الشيء اللي وقع لوليدي، لا من عند الله مرحبا ولكن لا من عند عبد الله ياخذ الحق. انا طالبه الله تبارك وتعالى يشد الله يبين لي الحق ذو ولدي، يبين لي الحق ذو ولدي، يا ربي يا ربي تبين لي حق وليدي يا ربي. مشيت عند البوليس قلت لهم نوضوا وقفوا لي مع وليدي، نوضوا راه مات، نوضوا ديروا الاجراءات ديالكم،
نوضو. قالوا لي سيري جيبي الشهاده الطبيه وشوفي ولدك بعدا شنو. قلت لهم نوضو انا غنجيب لكم شهاده الوفاه. اي نوضو. عاد تبعوني للسويسي. امر المحضر ديك الساعه ولدي مات وانا نصعبو حي. قالوا لي كيخيطوا ليها هو غيخرج دابا. فرحت شويه تيبان لي نسيبي غادي كيجري بنتي كتضرب في وجهها. صافي انا قلت هذا ولدي مات. طحت ما عقلتش على راسي ديك الساعه. بقيت نطلب تشت بستو سامحت معاه وجيت وانا تندعيهم لله. وانا كندعي هذه الرساله كنوجهها لسيدنا اللي غيحس بيا. سيدنا 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 سيحس بيا بيا اللي حق وليد ينصرو بيا اللي الحق ديالو ان شاء الله بيا اللي الحق ديالو. يا رب يا رب وتاخذ بهم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الولد اللي كنت كنواس. انه عندي جوج مرات الكبار هذا الصيف ولي كنت كنقول غيعاوني ان شاء الله وانا ما بقى بيا ما نخدم نجلس. ولكن ولكن الحمد لله ولدي مشى شاهد. ولدي مشى شاهد الحمد لله. ما وقعتش انا هذا الشيء كله غادي نوصل ليه. ولكن بجهد الله الحمد لله هذا الشيء اللي كاين. هاد العديان بغيتهم يتشدوا وبغيتهم ياخذوا الزازه ديالهم. ويتم انا كنجبرتهم يتخدموا على هاد الشيء اللي داروا لي لولدي وما قيسهم ما واصلهم.